بكل صراحة متابعينا الكرام، بكل صراحة هين أفضل التمشي في بلادك وعلى هذه الأجواء الخريفية، أو تسافر لأوروبا أو لأي مكان برا خارج السلطنة؟ عن نفسي والله العظيم، عن نفسي أنا أرتاح في بلادي راحة عظيمة ما يعلم بها إلا الله، خاصة في ظفار وهذه المناطق الخريفية، ويعني والأجواء الخريفية والمناطق الجميلة اللي في بلادك. أنا ما أرتاح وإيها من التسعينات هذه البلاد، أمشي ورد أمشي ورد بلادي، وسافرت عدة دول لكن ما ارتحت إلا في بلادي، ولعدة أسباب بنذكر بعد شوي. أنا عندي شخصني بسأله بشوفه هل يرتاح خارج البلاد أو في البلاد، هذا أول شخص نسأله. حيك الأسباني. يا مرحبا يا مرحبا ساع. يا مرحب. طبعا أنا سافرت ورحت وجيت ما ارتحت غير في بلادي. يا سلام. وبالتحديد في صلالة. ليش؟ ليش؟ أول شيء يوم بتسافر برا لازم تأشيرة. هذا أول شيء تأشيرة، وفي بعض الدول وبعض الدول ما يحتاج لها. ما يحتاج تأشيرة. ثاني شيء في بلادك هني مرتاح في أمان، تمشي وترد على كيفك. صح. برا تخاف شوية. في بعض البلدان فيهن أمان ولكن بعد غربة لازم وخوف. صح وخوف. ثاني شيء هني أنت في بلادك مرتاح تمشي على كيفك، أما هناك لازم تحصل خردة تبي تخرد وتحصل فلوس، خاصة عاد الفلوس. أيوة. في البلدان برا ممكن الريال يرتفع ممكن ينزل، ويمكن ما تحصل صراف، يمكن ما تحصل صراف، ما يعني تحصل وايد أسباب. وخاصة عادي بنتشل عائلتك حسب التذاكر، التأشيرة غير، مصروفات غير. أما هنا في بلادك شيك على موترك، عبي بترول يلا وتوكل على صلالة. يا سلام. وحتى دول الخليج قريبة ترى، كل دول الخليج بصراحة أنا أرتاح في صلالة. لا قصدي دول الخليج قريبة لصلالة. أكيد قريب من صلالة، ما يحتاج لك طيران وكذا، عبى سيارتك بترول وتعال صلالة. تعال صلالة. اي والله. وغير صلالة الوجهة الأساسية حالني كل سنة. نعم. أنا صلالة مرة من يبدأ الخريف هني لين ينتهي الخريف. وأعظم نعمة. نعم. أعظم نعمة في صلالة الأمن والأمان. أكيد. والله هذه أعظم نعمة، أنك أنت ترتاح بأمان، تمشي وترد أمان في بلادك، أمان. اللي سافر بيعرف هذه الكلمة اللي أنا أقولها الحينة، أمان بيعرف فيه. يا جماعة تابعوها الإسباني، تابعوها الرجال حبيب على راسي يا سعيد. هذو حسابها الله. تابعوا دائما تغطياته سياحية طيبة، إرشادات نصح كل شيء، أموره طيبة. فناني هالرجال حبيبنا. ربي يحفظك يا أبو عبد الله، وأنت الفنان. وأنت ترد الخريف. هذا حساب.